سلب الأموال للأسرى وعائلاتهم. ينضم إلينا رئيس نادي الأسير الفلسطيني السيد قدورة فارس. يسعد أوقاتك. أهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا بك. يعني تفاصيل أكثر حول هذا القرار الإسرائيلي وكيفية يعني مواجهة ذلك. يعني إسرائيل تحرص على أن لا تبقى جريمة تتعارض وتتناقض مع القانون الدولي إلا وتقترفها. هذا القرار يعني يعرف الجميع أن هناك قانون يعني أقره الكنيسة الإسرائيلي يقضي بسرقة وقرصنة أموال من عائدات الضرائب، ولكن هذا القرار الجزئي الذي يتحدث عن 10 مليون وقعه وزير الدفاع الإسرائيلي بحكم أنهم يفعلون قانون الطوارئ. يعني لو تصرفت إسرائيل يعني كدولة مدنية هذا القرار يجب أن يوقع من قبل وزير الأمن الداخلي، ولكن إسرائيل هنا تفعل قانون طوارئ حتى داخل المناطق المحتلة عام 48 ليتاح لهم سرقة ما يدعون أنه يعني ما يدعون أنه أموال لدعم وتشجيع العنف والإرهاب وما إلى ذلك من هذه التقليعات البائسة، هي الحقوق التي تأخذها عائلات الأسرى من أبناء فلسطين المحتلة عام 48 والقدس. يعني هذه تكون مجزوءة، يعني هي هو قرار استكمالي لقرار القرصنة الذي بموجبه تقوم إسرائيل بسرقة ما كل ما تنفقه السلطة الوطنية الفلسطينية على الشهداء والأسرى. يعني هذا القرار فقط متعلق بأهالي الداخل والقدس، لأنه سبق يعني قرار آخر متعلق يعني الضفة والقطاع. نعم، هم يفعلوا لوقت محدد قانون الطوارئ عندهم. إحنا في الضفة الغربية محكومون بالقانون العسكري، الحكم العسكري، وبالتالي في النص القانوني الذي أجازوا لأنفسهم هذه السرقة وهذه القرصنة لا يحتاج إلى قرار استثنائي من وزير الدفاع، ولكن هنا يعني يأتي قرارا مكملا لبقية السرقات التي تقوم بها دولة الاحتلال. وهذا سلوك يعني أشبه ما يكون بسلوك عصابات تعتمد على القوة الغاشمة في تنفيذ إجراءاتها وعدوانها على الشعب الفلسطيني. نعم، كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع، خصوصا وأن غانتس عمم على فروع البنوك والمصارف التي تتواجد بها حسابات مصارف أو حسابات مصرفية عفوا للأسرى وعائلاتهم، كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟ يعني للأسف الشديد الأمر العسكري الذي ألزم البنوك، نحن في ضوء الموقف الثابت والدائم والمبدئي يعني نجد سبيلا آخرا. يعني الآن يعني يتم تغطية احتياجات ونفقات العائلات من خلال البريد الفلسطيني، ولكن هذا لن يكون يعني أمرا دائما. نبحث عن حل أسهل ويعني يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا بما يكفل ويحفظ كرامة عائلة الشهيد وعائلة الأسير. يعني آمل في وقت قريب يعني أن تتبلور صيغ عمل أفضل، ويعني لا تبقينا خاضعين للمنظومة المصرفية العالمية التي يعني سيطر بموجبها الاحتلال وداعمي الاحتلال، وهنا تحديدا الولايات المتحدة. يعني بموجب هذه الأنظمة عملت سيطرة على حركة الأموال في كل مكان، ووفرت لنفسها أدوات للإضرار بالمصارف والبنوك التي تخرج عن سياسات البنك الدولي، وهذا في إطار إحكام السيطرة على العالم. يعني هم يريدون يعني أن يسيطروا أيضا بمنطق لا يخلو من أي ديمقراطية. هم يصنفوا الناس من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي، بينما هم بالتحديد من يمارس الإرهاب ويعتدوا على الشعوب. وهنا يعني إسرائيل هي أداة الولايات المتحدة، والولايات المتحدة هي راعي الإرهاب بشكل عام في كل أنحاء العالم. رئيس نادي الأسير الفلسطيني السيد قدورة فارس، شكرا جزيلا لك.